عندي مسجز كتير قوي النهارده، بس خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازيك يا استاذ وسام؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ممكن ما اقولش اسمي؟ ما تقوليش الاسم. طب كم سنه؟ 23. مرتبطه؟ كنت وفشكس. كنت كان ارتباط عاطفي ولا خطوبه ولا كان جواز ولا ايه؟ لا، انا حبيت شخص وهو حبني يعني، او هو كان بيقول لي كده. قعدنا نحب بعض فتره، وبعد كده اتقدم لي ابن خالتي، وقعدت مع ابن خالتي مخطوبه 3 سنين، بس ما كنتش بكلمه فيهم. ما بتكلميش اللي كنتي بتحبيه ده؟ لا، ما كنتش بكلم ابن خالتي عشان ما كنتش بحبه. 3 سنين مخطوبه ما بتكلميهوش؟ يعني اللي هو ممكن اكلمه، اللي هو ازيك عامل ايه، اكتر من كده ما كنتش بقول. ما كنتش عارفه احبه عشان كنت معتبره ان هو زي اخويا وكده. وكان لسه في دماغك التاني؟ اه. وبعدين التاني كنا بنكلم بعض، وبعد ما اتخطبت قعدت فتره ما كلموش، رجعت بعد كده كلمته تاني، وبعد كده منعت ان انا اكلمه. انت اللي منعتي؟ اه. ليه؟ هو مش من هنا، هو يعني هو من بلد بعيد عننا. اللي هو انا منعت ان انا اكلمه عشان ما كنتش عارفه ان انا اوصل له. يبقى انت ما منعتيش بقى انك تكلميه، انت ما عرفتيش توصلي له فيأستي. ما هو لما ما انا ما عرفتش بقى ان انا اكلمه كده تاني، ف ما كنتش عارفه ان انا اكلمه، ان انا مش عارفه اوصل له. يعني انت برضو ما منعتيش انك تكلمي، انت اتمنعتي من انك تكلمي لانك مش عارفه توصلي له، مش كده؟ احنا بس بنحط كل حاجه بصراحه واضحه عشان نعرف نلاقي حلول. ما انا حسيت برضو ان انا يعني كده بخون ان اللي انا مخطوبه له برضو. بس فبرضو رغم ذلك ما عرفتش احب اللي انا كنت مخطوبه له، واتفسخت الخطوبه. اه. هو اللي فسخ الخطوبه ولا انت؟ لا، انا. بعد كده اتخطبت لابن عمتي، قعدت معاه بالظبط 6 شهور، ولقيته معقد معقد خالص، رغم ان انا حبيته يعني. يعني ابن عمتك ده انت حبيتيه؟ اه بصراحة. ومعقد ازاي بقى؟ يعني لقيته بيشرط كده عليا شروط غريبة. ايه بقى الشروط الغريبة اللي بيشرطها عليكي؟ آه، كنا كويسين مع بعض في أول الخطوبة أو قبل الخطوبة عموما، قبل ما ألبس الدعم، وكان بيتكلم معايا كويس وكل حاجة. بعد كده لقيته منع معايا كلام، وقال لي لما نتجوز مش هقعد معاكي في البيت، عاجبني شغلي مثلا متأخر هنام، ما تسألنيش روحتي فين، ما تسألنيش جيت منين، انا باكل مرة واحدة في اليوم، لو كلتها معاكي في يوم من الايام تحمدي ربنا. اه، ده بيتجمل يعني، بيتفضل عليك انه هيتجوزك يعني؟ او انا مش عارفة، انا حسيت ان هو تصرفاته كده غريبة. فطلبتي انك تفكي الخطوبة؟ لا، ولقيت حاجات كتير بدأت تظهر مني، اللي هو بيقول لي انا لو اجيت يوم من الشغل مش هقعد لك في البيت، هطلع من الساعة 8 الصبح هجيلك بالليل، ولو قعدت معاك في البيت في يوم من الايام تحمدي ربنا. وهو في الاول كانت معاملته كويسة، وتغيرت مش عارفة بقى. انت من النوع اللي هو لما بتحبي حد بتدلقي عليه قوي؟ مش حكاية بتدلق، امال انا ما حبيتش غير اللي هو مثلا حبيته في الاول اللي هو قبل ابن خالتي، ولما حسيت ان هو مش متقدم خطوه لقدام بعدت عنه. لما جيت اتخطبت لابن عمتي حبيته بصراحه، بس حركاته وتصرفاته خلتني ما كنتش عارفه اتعامل معاه. وانتهت العلاقه على كده؟ اه، وسيبنا بعض على كده. انت اللي سبتيه ولا هو اللي سابك؟ لا، انا اللي سبته لما لقيته حياته كده وشرط عليا الشروط ديت، رحت سبته. خالتي حاول ان هو يرجع لي برضه بعد ما سبته، وبعد ما حاول ان هو يرجع لي رجع تاني، اتصل بوالدتي وقال لها انا مش عايزه اكمل،
ومش عايزة ارجع والكلام ده كله. يعني ابن خالتك حتى اللي انت سبتيه وحاول يرجع لك تاني رجع كلم امك وقال لك قال لها انا مش عايز ارجع؟ بعد ما رجع وكلمها وقال لها انا عايز ارجع تاني خالتي لبنتك وكده، رجع تاني كلمها وقال لها انا مش عايز ارجع ومش عايز اتجوز وسيبوني خالي، رغم ان هو اللي رجع يعني. طيب في حد تالت او رابع دخل حياتك؟ لا لحد دلوقتي لا. لحد دلوقتي لا. طيب ممكن ما تسرعيش في انك تاخدي قرارات في الارتباط؟ مش اي حد يعدي يبقى خطب وخلاص. لا، اقعدي مع الشخص وعرفيه، ولازم تبقي تقيلة في نفسك كده شوية، يعني واثقة من نفسك شوية. يعني ابن خالتك اللي ارتبط بيك ده قعد معاكي 3 سنين ما عبرتيهوش وما كلمتيهوش في خلال ال3 سنين غير يعني كلام قليل قوي. ممكن يكون رجع تاني قال انا عايز ارتبط بيها عشان لقاكي اتكسرتي وسبتي ابن عمتك، فلحد ما ترجعي له وتقولي له طيب اوكي، وبعد ما يقولك اوكي طيب خلاص لا انا بقى اللي مش عايزك، خلاص بيردها لك يعني. وابن عمتك اعتقد تصرفاته كانت كده لانه يمكن شاف حاجه، حس انك هتخنقيه، فبالتالي قال انا اقطع عرق واسيح دمه من الاول، مش عايز ازعل امي وابويا ولا ابوها وامها عشان القرابه، فانا ام خانقها الخنقه دي لحد ما ايه تقول حقي بسناني وتخلع. انت فاهماني؟ دي جوازات القرايب. اما الاولاني خالص بقى اللي انت عرفتيه ومن بلد بعيده وما كنتيش عارفه توصلي له، فده ما عرفش عرفك فين، عرفك على الانترنت ولا عرفك فين واختفى. فوقي بقى لنفسك وقعدي فكري في حياتك كده حصل فيها ايه وايه وايه وايه، انا غلطت في ايه وما غلطتش في ايه، بس كوني امينه مع نفسك، لان كتير لما بنيجي نحاسب نفسنا ما بنبقاش صرحه مع نفسنا ولا امنه مع نفسنا، بنحكي دايما من وجهه نظرنا الشخصيه، دايما شايفين نفسنا مش مخطئين، وبالتالي ما بنعرفش نقيم الامور صح، وبالتالي بنغرق تاني. عشان كده بقول لك اقعدي مع نفسك وفكري انت غلطتي في ايه واختياراتك كانت غلط في ايه، وبعد كده خدي قرار.